نصبح على حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، ودلوقتي جه ميعاد أحوال الطقس اللي نتعرف عليها مع زميلتنا ليندا عبد اللطيف. صباح الخير الأول عليك يا ياسر، صباح الخير يا منى. ليندا، أخبار الجو النهاردة إيه؟ إحنا ابتدينا موجة برد من امبارح. دي حقيقة يا منى، ابتداء من امبارح كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولسه الانخفاض ده مستمر معانا لحد النهاردة. امبارح القاهرة سجلت 19، النهارده بتسجل 17. تعالي نشوف التفاصيل بقى. اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي النهاردة أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، وكمان في أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17، وأعلى درجة حرارة في حلايب 24، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 8. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لياسر ومنى عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا ليكي ليندا، وصباح الخير مرة تانية. صباح الخير.